في أسوان تم إطلاق فعاليات مهرجان الفروسية، وده من الموروثات الشعبية. المهرجان ده بيتم تنظيمه بواسطة الأهالي بشكل سنوي، وبيسموه مرماح الخيول. بيتجمع فيه طبعا أبناء العائلات من المحافظات المجاورة منه. عشان نعرف تفاصيل أكتر معانا على التليفون الحاج صلاح البجا، أحد المنظمين لمهرجان الفروسية بأسوان. صباح الخير، أهلا وسهلا بيك. يا صباح الخيرات. أهلا، صباح الخير. صباح الفل، دي صباح الفل عليك يا حاج، أهلا وسهلا. أهلا 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 يا ستي. أهلا. فعاليات جديدة من مهرجان الفروسية بأسوان أو مرماح الخيل، قول لنا بقى تفاصيل المرماح السنة دي هتبقى عاملة إزاي؟ المرماح ده بيتعمل سنوي. أيوه. بمناسبة مولد سيدنا الحسين. وبتيجي فيه الخير من محافظة قنا والأقصر وأسوان. وبنستقبل الضيوف، يعني لما هي كانت يوم 9 ويوم 10، يوم 9 بنستقبل الضيوف، بتيجي الضيوف بعد من الصبح ومن الساعة بعد الظهر، وبنعمل الاحتفال بالتحطيم. تمام. بين قوسين العصاية لغاية المغرب. وبعد المغرب بنستقبل الضيوف وبنقوم معاهم بالواجب، طبعا واجب العشاء والضيافه، وببيت اللي بيت، واللي بيروح بلده بالعربيات ويرجع ثاني. والصباح برضه بنقوم بالواجب، يفطروا ويتغدوا ونطلع المرماح. ويبدا المرماح من بعد الظهر لغايه المغرب. وبترمح فيه الخيول، الخيول عندنا فئات هنا. الخيول فئات. تمام. يعني في محليات وفي خيل عالميه جايه من برا، من انجلترا، ولا جايه بجوازات سفر، وليها مسافات. احنا الصابيه بتاعتنا او المرباح بتاعنا او الناج بتاعنا 2800 متر. ما شاء الله. 2800 متر رمله. هناك في السباقات بيسموا ايه؟ الفرن 200 متر، يعني دي بترمح بتاع أكثر من 9 فرن رمل، وبتجري الخير وبنعملهم احتفالات، كاسات وميداليات. طيب ده كويس قوي. طب ابقى عرفنا بدري شوية يا حاج صلاح عشان نيجي نحضر واجب الضيافة. نعم؟ ابقى عرفنا بدري شوية عشان نيجي نحضر واجب الضيافة. يا بيه تحت امرك. ربنا يكرمك يا عم صلاح، ربنا يديك الصحه. يا بيه تحت امرك والله، تشرفونا والله. الله يخليك يا رب. مين اللي بينظم بقى المهرجان؟ والله اللي بينظم المهرجان، يعني احنا كنا 5 على المنصه و10 في الرباط اللي هو بيسموه نقطه البدايه، اللي هو بيقول لك يعني بحر وبره، يقول لك ايه ده نقطه انطلاق، بتنطلق من البوابات. بيتفقوا هناك فلان مع فلان، فلان مع فلان، يعني فرس فلان في قوة فلان، وفرس فلان مع قوة فلان. وبتجي للخيل، يعني امبارح قريت فرس بنت الاصول انا جايبها اصلا، انا كبير فنين، مدير عام طالع من الاسلام، بس الخيل دي بحبها. يعني انا حتى قلت عليه بيتين شعر يعني. طب ما تقولهم لنا كده يا عم صلاح. بس تغير المكان عشان الصوت مش واضح. حاضر. سامعنا كده؟ سامع كويس. جميع الخيل الحمراء خواجن. للون الاحمر. جميع الخيل الحمراء خواجن كمثل الست تخدمها الموالي. زي الست اللي بتخدمها العبيد. جميع الخيل الحمراء خواجن كمثل الست تخدمها الموالي، اما الزرق اللي هي الخضر مركوب الاماره، ويركبها الامير وكل والي، اما الشقر انطار فصدق، بنات الريح تسبق في المجالي، اما الدهم السود يعني اما الدهم زيدوهم علوقه وخلقوهم لظلمات الليالي. سلام عليك يا عم صلاح، شاعر كمان. جميع احب الخيل واصطبر عليها. اكيد. فان العز فيها والجمال، اذا ما الخيل ضياحها اناس ربطناها في عشركه العياله،
نقاسمها المعيشة كل يوم ونكسوها البراقع والجلالة. يا سلام. ده بالنسبة للخيل. طيب أنا عارفة أن المرماح بيتم الاستعداد الفارس من قبلها بيوم، يعني بيأكل حصانه وبياخد باله، قولي قولي يعني. لا هو بالنسبة للفارس أو الفرس أو الحصان لازم يكون جاهز زي اللعيب بتاع كرة القدم. يعني بيبقى لازم بيتمرن السويد الأول عشان عضلاته تبقى كويسة. تمام. الحصان ده قبلها بشهر بثلاث شهور أو بأربع شهور بندرب بنمشي مسارات عشان عضلاته تاخد عشان ما يتحمرش، لأن لو تقيل ولا في نسبة شحم هيتحمر. الحمرة دي تكلبش إيديه ما ينفعش. أيوه. أو أوتار تضرب أو تنزل له رمامين. بناخد طلعنا يعني إحنا لقينا الكلام ده من كبارنا من جدودنا. طب. الخيل تبدأ مسارات مشوار يعني الأول مشي بتاع 500 متر، بعدين كيلو 2 كيلو خمس لغايه 10 15 كيلو. رايح جاي، يعني نمشي المسافه دي نلاقي والتشطيف والتثمير ونمنع الخضره، نخلي الخضره بسيطه ما تبقاش كثيره اللي هي البرسيم والحاجات دي. ليه بقى؟ لان الخضره دي زي السلطه في الاكل مع الاكل مع الصبح. وبعدين نفتح قبل الليله، قبل الليله بيوم باسبوع، قبل الليله باسبوع بنفتح نفس. إيه نفس؟ نفتح نفس الحصان، نفتح النفس بتاع الحصان بتاع يعني 500 متر، نشوف ايه درجاته. حيسجل كام في ال 200 متر اللي هو الفرلو راح الفرلو 200 متر. اذا عملها على الاثنين فرقة في الرمله واحد يعني دقيقه وثانيه بيبقى فوق الامتياز بشويه، لكن دقيقه الحصان ونوديها للمرمى. يعني حاجة جميلة وتقليد جميل. أنا عارفة إن بيبقى فيه احتفالات كمان في موالد الأولياء، وبيبقى فيه احتفالات بالمرماح، في كمان الأفراح يعني والاحتفال بأفراح الزفاف يرمح فيها الخيل زي ما بنقول في لغتنا الدارجة. شكرا ليك العمدة صلاح الباجة أحد المنظمين لمهرجان الفروسية بأسوان، شكرا جزيلا ليك.